فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى سنن النسائي كتاب السهو. قال: باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين. روى المصنف بسنده الصحيح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان بعض العلماء قال هذا حديث شاذ. أخرج ابن خزيمة في صحيحه من طريق الليث، والسنة الكبرى أيضا للبهاقي. الحديث هم سيرسلون لك رابط البث على تليفونك. بعتوه؟ طيب خذ بقى دخله هنا واشوف ايش هتفعل. ايش انا مش فاهم منك. طيب خذ زي ما هو. عن أبي هريرة رضي الله عنه رضانا وقال: لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل السلام ولا بعده، هما اثنان فقط. أنا أتأكدت من ذلك. طيب ماشي، راهن شرطك يا أستاذ هارون. الوسائل لا أحكام المقاصد. الفائدة الثالثة: الوسائل لا أحكام المقاصد. سوينا حديث عن أبي هريرة قال لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، عندما يعني وقع السهو، لم يسجد يومئذ قبل السلام ولا بعده. لم يسجد قبل السلام ولا بعده. طبعا هذا وهم حقا، ولذلك العلماء شذذوه. شكل دماغه مش فيه. وجاءت، لا لا لا، انتظري حتى ينتهي هذا الحديث، انتظري. وروى المصنف أيضا بسنده الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت لك إن شاء الله على العين والرأس وكرامة أستاذ هارون. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام. وهنا إثبات من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. نعم. وفي رواية بمثله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أيضا بأنه يعني سجد بعد السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في وهمه بعد التسليم. شوف هنا عندما قال، شوف الصحابي إيش يقول، أبو هريرة إيش يقول، سجد في وهمه، أهو نسب الوهم للنبي صلى الله عليه وسلم، نسب النسيان للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر. والله أنا خاف أنه يعدل دماغكم أنتم يا عبد الرحمن. الله يهديك، رب يرضى عنكم. وفي رواية عن أبي قلابة عن أبي عن 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 أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى بهم فسهى. هذا يعني نهايته عند أبي هريرة أنه سجد في وهمه. هذا الحديث أحاديث، جاء الحديث حديث سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حسمة، أربعتهم طبقة واحدة، كلهم يروون على عن أبي هريرة. ماشي صاحب العلم النور، كلام صحيح وسيوضع في الاعتبار. ليت طالبة العلم تأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار. إن شاء الله أبشر بإذن الله. أقول الحديث الأول حديث شاذ، لأنه مخالف لكل الحديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم وخرجها أصحاب الصحاح، أن أبا هريرة قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم، يعني رضي الله عنك الرحمن، لما سلم من الركعتين وقالوا له أنسيت أم قصد الصلاة، قال لا هذا ولا ذاك، ثم رجع إلى
إلى الصحابة فقالوا نعم صدق ما قال ذو اليدين، فصلى أتم صلاة ثم سجد بعد السلام سجدتين، ثم سجد بعد السلام سجدتين، وهذا ثابت في الصحاح. فالحديث اللي جاء بأنه لم يسجد لا قبل السلام ولا بعد السلام حديث لم يصح وحديث فيه شذوذ. يكون ما الحديث المتفق عليها ابن البخاري ومسلم، الحديث التي أيضا جاءت في الصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي سجد بعد السلام سجدتين، فنفي السلام في هذا الباب فيه شذوذ. وحتى لو قلنا استوت الطرق وكانت هذه الطرق صحيحة فيها النفي وفيها الإثبات، فالمثبت يقدم على النفي، فالمثبت يقدم على النفي. فالحديث الذي صح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ونسي فسلم من الركعتين إما في صلاة الظهر وإما في صلاة العصر، ولما رجع ورجع النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة، وبعدما أتمها سجد للسهو سجدتين بعد السلام. فقلنا كلام المالكية أوزن في هذا الباب دلدل، الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام، الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام. الفوائد المستنبطة: لا تعرف العلل إلا بمجموع الطرق، لا تعرف العلل إلا بمجموع الطرق. نسبة النسيان للنبي صلى الله عليه وسلم هي على الرتبة البشرية، نسبة النسيان للنبي صلى الله عليه وسلم هي على الرتبة البشرية. فعل النبي تشريع، هذا الثالث. الآن والله الحمد والمنة في أنا أتيك سبت الإسناد يا عبد الرحمن، وأنت جهز الإجازة للإخوة وبعدين أنا أختمها إن شاء الله. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.